ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف راكم دايرين؟ مزيان، كنتمنى تكونوا في الأخير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. المهم هذا الفيديو غادي نهضروا على لا ديكلاراسيون دو روفوني 2020 ديال 2020، وهذا الفيديو صراحة الله حضرته ديك النهايرات، راني شحال وأنا كنبحث وداك الشيء. المهم حضرته هذه تقريبا نهار اثنين جو بونس، بأنني حضرت هذا الفيديو وحاولت أنه نشارك معكم، وما كنت بغي هذا النهار نصوره هذا النهار الخميس. ان شاء الله غدا رمضان في فرنسا، ان شاء الله هادشي اللي قالوا غدا رمضان في فرنسا. كنتمنى انه يدخل عليكم بالصحه والسلامه على كافه الدول الاسلاميه والناس اللي كيتابعوني. كنقول لكم رمضان كريم، مبارك كريم، ان شاء الله الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي الحبيب، ونفرحوا مع عائلتنا ونرجعوا الايام. ما نكذبش عليكم، المهم انا دابا في الغربه هذا العام، ما غادي موالفه كنمشي في العيد الصغير ندوزو في المغرب. هذا العام محال، يعني غندوزو مع ولدي وراجلي. الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، والناس اللي في المغرب ولا في المهم في الدول الاسلاميه، وخصوصا المغرب. انا عارفه الناس يعني في رمضان كيخرجوا في الليل، العيد الصغير ضروري، يعني العائلات الاحباب، مهم الناس كيتغافروا، وصعيب الواحد يدوزو في الكونفينمون في الحجر الصحي، صعيب صعيب صعيب. مهم ما علينا، الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. مهم كاين واحد الامل، كاين تفاؤل، المهم دائما خليو التفاؤل، خليو الامل ديالكم. مهم سكت ولدي ونهضر معكم، نهضر معكم في هذا الموضوع ديال ديكلاراسيون دي زامبون. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، حاولت انني نبسط الامور. فنتمنى اللي عجبكم الفيديو، فما تنساونيش باللايكات ديالكم باللي جيم ديالكم. وكنقول لكم وكنقول نسيت واحد الحاجه خصني نقولها، مرحبا بالناس اللي تزادوا عندي جداد. كنقول لكم شكرا على التعليقات ديالكم الزوينه في الفيديو ديالي اللي فيه مساعدات في فرنسا. اي واحد خلى لي تعليقات كنقول شكرا لكم، وشكرا لاي واحد اشترك معي جديد في القناه. كنتمنى هذه القناه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي نحاول نحسن منها ونزيد، المهم نزيدها شويه لقدام. يلا نخليكم مع الفيديو. لي زامبو سور لو روفوني، يعني الضريبه على الدخل، فهي ما كتمثل فقط 7% من مجموع الضرائب ولي تاكس اللي كيخلصهم يعني اللي ساكنين هنا في فرنسا، اللي كيخلصوهم فقط كتشكل 7% بالنسبه لمجموع الضرائب الاخرى. فين كتمشي هاد الفلوس اللي كيخلصوهم، يعني لي ديكلاراسيون دو روفوني؟ كتمشي باش التمويل، يعني لي بوغ لو فينونسمون ديال مجموعه ديال لي سيرفيس بوبليك، بحال مثلا بوليس، لي زوبيتو، لارمي، تريبونو، لي زيكول، لي زونيفرسيتي، هادو كاملين فهادشي اللي كيمشي لهم الفلوس. كذلك كتمشي الفينونسمون ديال لي بريستاسيون او لي زيد سوسيال، يعني المساعدات الاجتماعيه باش كيساعدوا بالنسبه للناس لي غوتريتي، لاسيرونس مالادي، لي زيد او لوجمون. هادو فين كيمشيو الفلوس ديال كيمشيو باش يخلصوا، يعني كيمشيو في هاد الفينونسمون، يعني فينونسمون هي تمويل بالعربيه. كذلك كيمشيو باش الغومبورسمون ديال لي زانتيغي دو لا ديت، يعني ديال الدوله، كيمشيو باش يخلصوا بهم لي زانتيغي دو لا ديت ديال الدوله، الغومبورسمون ديال لي زانتيغي دو لا ديت ديال الدوله الفرنسيه. وكاين واحد المعلومه بان النص ديال الساكنه ديال فرنسا ما كتخلصش لي زامبو سور لو روفوني، يعني النص ديال الساكنه ما كتخلصش لي زامبو سور لو روفوني. فكل ما كان الدخل ديال الشخص كبير، يعني المدخول ديالو كبير، كل ما كان المدخول ديالو كبير فلو طو دامبوزيسيون كيكون بلو الفي، يعني كيكون كبير، يعني لو طو، فكل ما كان الدخل ديالو كبير يعني غيخلص اكبر. هذه حاجه معروفه هنا في فرنسا. وكما قلت لكم فلي زامبو هو مبلغ نقدي كتقاضاه الدوله بالاشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدوله، باش نفقات بحال فينونسمون كما قلت لكم ديال لي سيرفيس بيبليك، فينونسمون ديال لي زيد سوسيال، كذلك غومبورسمون دي زانتيغي دو لا ديت ديال الدوله. الفيديو هذا كما قلت لكم غادي نهضروا على لا ديكلاراسيون دو روفوني اللي بدات 20 ابريل نهار الاثنين اللي فات. واخا هو الفيديو شويه متاخر، فقررت انني نحطه واخا متاخر، صورته هذا النهار الخميس، وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون مفيد. كما قلت لكم اشنا هي لا ديكلاراسيون دو روفوني؟ لا ديكلاراسيون دو روفوني هي بالعربيه التصريح بالدخل، او
كيقولوا له كذلك التصريح الضريبي، وهو واحد دوكيمون، سواء كنعمروا ديك دوكيمون سواء اون بابي ولا كنعمروه اون لين، يعني في اون لين باغ انترنيت. هو كيعمروه يعني الناس مثلا اشخاص طبيعيين او معنويين بحال الشركات وداكشي، كنعمروا هاد الدوكيمون كما قلت لكم، وكندفعوه للضرائب باش إدارة الضرائب كتقوم بحساب القاعدة الضريبية اللي هي الأسيت دو لامبو. سافو دير سي كوا لاسيت دو لامبو؟ هي مجموع الدخل الخاضع للضريبة والربح الخاضع للضريبة، باش كيمكن لها أنها تحسب كل واحد شنو هو ليغ اللي غادي لامبو سوغ لو روفوني اللي غادي يخلص. المهم هذا هو شنو هي ديكلاراسيون سوغ ديكلاراسيون دو روفوني. المهم غادي نهضروا على هذا الموضوع هذا، ونتمنى يكون هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش نيش بالبارطاج الى نال الاعجاب ديالكم. المهم حاولت انني نبحث شويه في هذا الموضوع في الانترنت، يعني بحثت في الانترنت، المهم خديت معلومات وجيت انني نبسطها بطريقه بسيطه ومفيده لكم. كي ديكلاري اون لين شنو خصو يدير؟ اللي كي ديكلاري اون لين واللي ديكلارا العام اللي فات اون لين في 2019 في 2020، ما عليه فقط انه يدخل الموقع ديال امبو impon.gov.fr، يدخل لسباس بيرسونيل ويدخل ليدونتيفيون ديالو والمو دو باس، وفقط غيديكلاري عبر الانترنت، ما كاين حتى شي مشكل، سي بلو فاسيل. وبالنسبه للناس اللي كيديكلاريو اون بابي وديكلاراو العام اللي فات اون بابي، فهما هذوك الناس هما اللي غادي يتوصلوا بالورقه ديكلاراسيون باغ بوست. ديكلاري مازال في لو فورمولير بابي، فغادي يصيفطوها لك عبر البريد كما قلت لكم، وبسبب هذا الوضع اللي كاين دابا حاليا، فممكن ان البريد يتعطل في ايصال هاد الورقه هذه ولا هاد الكوري هذا، على داكشي زادوا في المده ديال الديكلاراسيون. من بعد غادي نقول لكم شحال المده اللي زادوا ديال الديكلاراسيون. ما تنساوش واحد الحاجه، فهاد الديكلاراسيون عمروها بحذر، واي تعطيل او تاخير في الديكلاراسيون فانت كتعرض راسك لواحد الماجوراسيون، اون بروميير ماجوراسيون ديال 10%. فما تنساوش انكم تعمروا هاد الشيء في الوقت باش ما تعرضوش نفسكم لواحد الماجوراسيون. شنو الحاجه اللي تزادت هاد العام جديده؟ الحاجه اللي تزادت هاد العام هي لا ديكلاراسيون دو روفوني اوتوماتيك. شنو كتعني هاد ديكلاراسيون دو روفوني اوتوماتيك؟ هي الناس اللي كيخلصوا الضرائب والدخل ديالهم معروف من قبل الاداره الضريبيه، وما داروا حتى شي تغيير في الحاله ديالهم، بحال تغيير في لادريس ولا في الحاله العائليه ديالو ولا المهم لا فامي داكشي. وشنو هي لافونتاج ديال هاد شنو لافونتاج ديال ديكلاراسيون دو روفوني اوتوماتيك؟ لافونتاج ديال ديكلاراسيون دو روفوني اوتوماتيك هي فاش الا كانت المعلومات اللي عمرتها لك الاداره الضريبيه مسبقا صحيحه وما عندك ما تضيفو، فهنا ما كتضطرش باش ترجع لهم داك الدوكيمون الضريبي، يعني ديك الدوكيمون الضريبي الاقرار الضريبي الخاص بك، يعني ديك الديكلاراسيون دو روفوني الخاص بك ما كتضطرش انك ترجع ترسلها له. وكيفاش كتعرف بان عندك هاد الديكلاراسيون دو روفوني اوتوماتيك؟ فما عليك فقط بانك كتكون متاحه عبر الموقع، وكتدخل لسباس ديالك اسباس بارتيكولير، تما غادي يخبروك بان مثلا كيصيفطوا لك واحد لي دوكيمون كيخبروك بان عندك ديكلاراسيون دو روفوني اوتوماتيك وصافي. وكتفيريفي كتدخل فيريفي لي دوني دو ما ديكلاراسيون، وان دوكيمون دو سافيشي، ديك الساعات كيتافيش هذاك الدوكيمون، وتما ما كتكون انت مضطر ما دير حتى شي حاجه، ما كترجع تصيفط لهم صافي، هما كيتبازا. بحال مثلا واحد الشخص مثلا انا نقول عندي ديكلاراسيون اوتوماتيك دو روفوني اوتوماتيك، فمثلا كندخل كنتاكد بان لا سيتوياسيون ديالي ما تبدلاش، ديكلاراسيون دو روفوني ديالي ما تبدلش، فما كندير حتى شي حاجه، فقط هما كيتبازاو على ديك الديكلاراسيون ديالك اللي درتيها في الاعوام السابقه. هذه حاجه جديده اللي داروها في 2019 بالنسبه للديكلاراسيون دو روفوني اوتوماتيك. فكما قلت لكم كتكون متاحه في الموقع، وكيدخل لسباس ديالك بارتيكولير باش تشوف شنو كاين، واش نتا من بين الناس اللي كيستافدوا من ديكلاراسيون دو روفوني اوتوماتيك.
كل شيء وخصني مرة خصني نقرا وداك الشيء. شنو هما المعلومات اللي خصني ناخذ اتونسيون منهم ونفيريفيهم مزيان؟ خلاص كتفيريفي الاسم ديالك العائلي الشخصي العنوان كل شيء، هادو كلهم كتفيريفيهم مزيان، وكذلك كتفيريفي يعني لي ريفوني صح. كاينك لي ريدكسيون اي لي كريدي دامبون 2019 بحال مثلا شي واحد مثلا كتكون عندك بي بي سيتر خدام شي واحد عندك في الدار، كذلك درتي واحد ان دون يعني تبرع، درتي شي تبرع العام اللي فات، هادو كلهم خصك تفيريفيهم واش درتي، واش الاداره الضريبيه كتباهم واش واخداهم بعين الاعتبار ولا لا. في لي ريفوني ديالك ولي شارج ديالك ديال 2019 يعني ديال 2019 كتفيريفيهم مزيان، كتفيريفي واش ديك واش لي مونطون بانهم اكزاكت يعني صحيحين، ما كاين حتى شي خطا، فما عليك في هذه الحاله ما دير حتى شي حاجه، ما عندك ما دير، فقط ان الاداره ديال الضرائب غادي تعتمد على المعلومات الموجوده تحت تصرفها، يعني المعلومات اللي هي عند هذاك، يعني بمعنى اخر كتاخذ بعين الاعتبار ضريبه الدخل لعام 2019 فقط، هادشي اللي كاين. اللي ما عندك ما تضيف ديك الدوكيومون، ما تضيف حتى شي حاجه، فيريفيتي انك ديك الشيء كلشي صحيح، فما عندك انت ما دير حتى شي حاجه، فقط كما قلت لكم الاداره الضرائب كتاخذ بعين الاعتبار ضريبه الدخل ديال عام 2019 كما قلت لكم، فهما مسدودين حاليا حتى 11 ماي عاد غادي يعطيو الحكومه كيفاش شنو غادي يحلو، كيفاش غادي يكون الصيروره ديال العمل ديالهم. فهما حاليا هنا في هذه الوقيته هذه راهم سادين، فبلا ما تعذبوا راسكم وتمشيو للاداره الضريبيه اللي قريبه لكم. ذلك فعلى داك الشيء سمحوا لي كتخربق، كتبان مره بالعربيه بالدارجه، خصني نهضر بالدارجه وداك الشيء. المهم فكما قلت لكم الاداره الضريبيه باش تواصلوا بها، فهي كتنصحكم انكم تواصلوا بها يا اما عبر الموقع ديالها، سواء عبر الكوريي عبر الكوري باستعمال ميساجري سيكوريزي دون فوتر اسباس بيرسونيل في الاسباس ديالك بيرسونيل، ولا عبر الهاتف اللي النميرو ديالو هو 080 94 01 401. المهم كلشي المعلومات كامله غادي نخليوها لكم في الباغ انفو، وغادي بالنسبه للموقع ديال امبو كلشي، مهم هاد كلشي كاينين في موقع ampo.gov.fr. اخر يعني شنو هو اخر ديلي باش ممكن نديرو ديكلاراسيون دو ريفوني؟ اخر ديلي باش نديرو ديكلاراسيون دو ريفوني سورتو في هاد الظروف هادي كتبقى على حسب الطريقه باش غادي ديكلاري، وعلى حسب الديبارتمون في ساكن. كل مره نقطع واحد شويه لان ولدي حدايا وكيبرزطني سمحوا ليا. فكما قلت لكم شنو هي اخر مده باش نديكلاريو باش نديرو لا ديكلاراسيون، يعني اخر ديلي باش نصرحو نديرو لا ديكلاراسيون دو ريفوني. فكما قلت لكم فاخر ديلي كيبقى على حسب الطريقه اللي غادي ديكلاريو بها، واش باغ اون لين ولا اون بابي، وعلى حسب الديبارتمون فين ساكنين. بالنسبه للديبارتمون من 1 حتى 19 فاخر اجل هو 4 جوان 4 جوان يعني 4 يونيو. بالنسبه للديبارتمون من 20 حتى 54 فاخر اجل هو 8 يونيو. بالنسبه للديبارتمون من 55 حتى 976 فاخر اجل هو 11 يونيو. وبالنسبه هذه بالنسبه لي اونلاين. بالنسبه لي بابي اخر اجل هو 12 يونيو على حساب لي بوست، يعني داروا هاد اجلوا بالنسبه يعني عطلوا حتى 12 يونيو على حساب لي بوست ما كيجيبوش لي كوريي دغيا، كياخذوا واحد الوقت باش كتوصلي بلي كوريي، هذيك الشيء ردوا اخر اجل حتى 12 بالنسبه للناس اللي كيعمروا اون بابي، فاخر اجل هو 12 يونيو ان شاء الله. ديكلاراسيون اون لين كيفاش كنديكلاريو باغ انترنيت كيفاش ندير؟ ففقط عليك ما عليك كتمشي سيغ لو سيت امبو، وضروري كتدخل واحد النيميرو التليفون، هذا ضروري باش كتسيكوريزي لاكسي ديالك للاسباس بارتيكولي، باش او كون نسيتي المود باس ولا شي حاجه كيصيفطو لك في النيميرو التليفون. يعني من الاحسن تسيكوريزي الكونت ديالك باغ نيميرو دو تليفون. كتدخل لسيرفيس دو تيلي ديكلاراسيون، commencez par vérifier les différentes informations pré-remplies. Faites vérifier les informations qui sont déjà pré-remplies. باش تاكدوا الصحاحين اللي كاين اللي صحيح كتصحوا، اللي غلط كتصحوا، اللي صحيح كتخليه وصافي. كتشوف المعلومات ديالك كما قلت لكم صافي، هادشي اللي كاين باغ ديكلاراسيون باغ انترنيت ما كاين مسهل منها. مازال كيديكلاري اون بابي،
اللي مازال كيديكلاري اون بابي واللي غادي يديكلاري هذا العام اون بابي فقط الناس اللي ديكلاراو العام اللي فات اون بابي في 2019، يعني في 2020 الناس اللي ديكلاراو 2019 اون بابي هما اللي غادي يتوصلوا بون بابي. وكذلك لا ماجوريتي ديال الناس دابا رجعوا كيديكلاراو اون لين، فقط الناس اللي ما عندهمش الانترنت ولا ما كيستخدموش الانترنت وسورتو الناس الاجي لي جون لي بيرسون اجي هما اللي غادي يصيفطوا لهم اون بابي باش يديكلاريو اون بابي. هادو من الناس يعني اللي اما مثلا مؤخرا فالاغلبيه كيداكلاري اون لين. فين يمكننا نجبروا الفورمولير ديال ديكلاراسيون دو روفوني؟ الفورمولير كاين في سيت impots.gov.fr، والفورمولير النمره ديالها النيميرو ديالها هو 2042. غادي نخلي لكم كلشي في باغ انفو باش اللي بغا يمشي ديريكتومون لباغ انفو ويدخل ديريكتومون الفورمولير. الناس اللي كيديروا لا بروميير، شكون هما الناس اللي كيديروا بروميير يعني في حياتهم اول ديكلاراسيون دو روفوني كيفاش؟ بالنسبه للناس اللي كيكونوا وصلوا للسن القانوني فهما يعني كتكون لا ديكلاراسيون دو روفوني سا ديبون لا سيتوياسيون ديالو ولاج ديالو. بالنسبه للناس من 18 حتى 20 عام ما كتكونش ملزم انك ديكلاري لا ديكلار، يعني ممكن انك ديكلاري لا ديكلاراسيون ديالك، ولكن الا كنتي مازال ساكن مع والديك وكيديروا لك لا ديكلاراسيون معاهم فماشي ملزم انك دير ديكلاراسيون دو روفوني ديالك سيباري عليهم، فهمتي؟ يعني ممكن الاشخاص من 18 ل 20 عام كما قلت لكم ماشي ملزم، يعني ماشي اوبليغاتوار انه يدير ديكلاراسيون دو روفوني بوحديتو، يقدر يكون مازال كيديكلاري مع والديه، يعني مع والديه مازال ساكن ومازال كيديكلاري مع والديه. بالنسبه للاشخاص من 20 حتى 26 عام فهما اوبليغاتوار يكونوا كيديكلاريو لا ديكلاراسيون دو روفوني فقط في حالة الا كان مازال كيتابع القرايه ديالو ومازال اشارج ديال والدي. ففي هذه الحاله هذه والدي كيديروا له الديكلاراسيون معاه من ابارتير دو 26 يعني ابارتير 26 فانت ملزم باش دير ديكلاراسيون دو روفوني. بالنسبه لي اول مره فهو فقط غادي يعمر الفورمولير اللي هي 2042 النمره ديالها 2042 وكتعمر ديكلاري لي روفوني ديالك اللي كتوصل بهم ولي شارج انسي كوفو شارج يعني تالي شارج ديالك وكتصيفطها للسونتر دي فينونس بوبليك في المكان فين كتسكن ابتداء من 1 جانفي 2020، يعني فين سكنتي ابتداء من 1 جانفي 2020. صافي هادشي اللي كاين. كيفاش يمكن لي نموديفي ما ديكلاراسيون دو روفوني؟ كيفاش ندير الا درتي ديكلاراسيون يعني باغ انترنيت يعني اون لين؟ الا درتي ديكلاراسيون اون لين فيمكن لك تمدل تموديفي لا ديكلاراسيون دو روفوني حتى الموعد النهائي، يعني حتى اخر اجل من هذا التاريخ مثلا من 20 ابريل حتى مثلا اخر اجل اللي عطيناه، وانت ممكن انك تبدل تموديفي هذا بعد هذا التاريخ يعني بعد اخر اجل. فكيتعين عليك تنتظر حتى تستلم الاشعار ديالك الضريبي حتى توصل بالاشعار الضريبي ديالك، وعاد تدخل ديك الساعات هذا بالنسبه للناس اللي اونلاين. عاد تدخل ديك الساعات بوغ اكسيدي او سيرفيس دو كوريكسيون، كتدخل لسيرفيس دو كوريكسيون في 2019 كانوا حلوها في 7 اوت، 7 اوت حلوها في 7 خشت حلو باش دير كوريكسيون السيرفيس كوريكسيون باش دير تموديفي الموديل. الا كنتي غلطتي ولا هذاك ديكلاريتي وتصيفطو لفات التاريخ ديال الديكلاراسيون وبغيتي تموديفي، فالاداره كتوضح بانه بمجرد اغلاق خدمه تصحيح الاقرار من المقرر اغلاقها في منتصف ديسمبر. فمثلا ملي كتفتح كما قلت لكم العام اللي فات تفتحت 7 اوت يعني كتسد حتى لسبعه حتى لمنتصف ديسمبر، منتصف ديسمبر. فهنا ما كيمكنلكش انك تقوم بالتغيير يعني باش تمودي فيها عبر الانترنت، ما كيمكنلكش كاع حتى المنتصف يعني حتى منتصف ديسمبر مور هذا التاريخ هذا يعني في 6 ديسمبر انت ما غيرتي حتى شي حاجه، شتي واحد الغلط وما غيرتيش. فهنا بغيتي يعني فاتك منتصف ديسمبر بغيتي تغير، فهاد الحاله هذه فهاد الحاله هذيك كاين عليك انك تقدم شكوى لاداره الضرائب وتعمر النموذج الورقي وتصيفط النموذج الجديد لاعلان جديد، يعني تعمر بديك لي دوني جدادين، ولكن ضروري تقدم شكوى لاداره الضرائب. لي يقدر يكون كاين واحد شويه ديال الصداع لانني جالسه شويه ماشي في الدار الداخل، جالسه في واحد التويسعه حدا الدار،
وكنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. حاولت انني نوصل لكم بطريقه بسيطه شنو هي لا ديكلاراسيون دو روفوني، نتمنى تكونوا فهمتوني، وشكراكم على المتابعه، وما تنسونيش لعجبكم الفيديو لايك، خليوا لي كومونتير، وان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.